إذن كرة في اتجاه المرمى، محاولة وهدف. إذن هدف لفريق أولمبيك، كل واحد كيدلي بالدلو ديالو. الحكم المعزوز، الحكم السابق، اللي كيقول بأنه الحكم بأن الكرة لم تتجاوز خط المرمى. الكرة لم تتجاوز الخط، وبالتالي ليس هناك هدف في المقابل. ليس هناك هدف ديال، كنتكلموا على الهدف اللي سجلوا فريق أولمبيك أسا، فيها تجاوزت الكرة خط المرمى أم لا. إذن الحكم المعزوز اللي اتصل بينه.